لمين عم توجه هي التهديدات الوهمية؟ شو هاد يا خالي؟ شايف انت يا دوب عم تتعامل معي وجاي هلأ عم تخلق أعداء جداد، انت شو عم تحاول توصل لي؟ قول. لازم تتذكر شي واحد، انه أمي بتكون أختك، ولولا هالقرابة اللي بيناتكن كنت نزعت لك حياتك. هي فهمتني انه سعادة العيلة هي نقطة ضعفة لأمي، ولهذا السبب بس عم اضبط حالي تجاهكن، وإلا كنت طردتكن من البيت. أنا كتير بحب ثقتك شوريا. أنا كنت فكر دائماً إنه ما في وغد أكبر مني بكل هذا العالم، وكنت كتير مصدق، بس أنت أثبتت لي إني غلطان. صح، عن جد طلعت غلطان، بعتذر. هلأ أنتم مفكرين إنكن قادرين تخطفوني هيك بكل سهولة بأنه تحطوا شي بكاسة شوريا كنا، وكمان تستأجروا رجال؟ ها؟ عرفت هذا الشي لحالي لأنه أنتوا أكيد رح تعملوها وتلجأوا لهيك شغلة، كنت متأكد من القصة، لهذا السبب كنت بكامل استعدادي. وكمان لما خدرتوني وقتها كنت عامل حسابي وقدرت أنه نجي حالي. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.